غمزة عينك آه تكوي فؤادي الطيب، محل غمزة عينك آه في أجمل مزارع المزنخ. ورد عناب ليمون زهير طايف. فهمني ليش رايح يا سيدي وايش السبب قولي، فهمني ليش رايح يا سيدي وايش السبب قولي، عقلي وراك رايح يا روحي بالله عليك قولي، عقلي وراك رايح يا روحي بالله عليك قولي. ما كان كده طبعك يا سيدي تزعل قوام تزعل، ما كان كده طبعك يا روحي. كل العرابي كنت تنزل وقلت لي الحراج كان لكم ناس إيه؟ وكان في زراعة يعني من الزراعة المشهورين هنا. والله الزراعة المشهورين كانوا هنا، نحن بالنسبة عندنا زراعتنا إيه؟ نحن عندنا زراعين حقونا من النفع إيه؟ من الزمان القديم إيه؟ من يوم جدي إيه؟ كان من أول في حواية جدي إيه؟ وكان من أول سليم النفيعي وأحمد النفيعي عمر النفيعي عيال النفع كلهم كانوا ذو حوايا يزرعون، وأبويا جدي كان. ثم بعدين لما نحن في المثنى هنا كان عم عبد الله بن واتر برضو النفيعي، هم زراعين حقونا بلادنا. ومين في كم في المنطقة كمان زراعين؟ أيوه في المنطقة مثلا في زراعين، مثلا عندك كان في الشريعة كان من أول بن جياد كان زراع عند عمي حامد صادق جمال اللي بعدين صار فكهاني ما فكهاني هذا من قرش. بعدين في الصقرة عيال الصقير عيال حميد الصقير، حميد الصقير كان زراع، عياله كلهم مطلب مشهورين في الزراعة، مشخص حامد رابع أحمد كلهم الحقيقة زراعين، سالم عامر كلهم زراعين، وكل واحد ماخذ له زراعه بعلم كبروا صاروا كل واحد زراعه عنده، ماخذ له بستان وماخذ له ماخذ له زراعه قايم بها قايم بها وزراع الحقيقه زراع ايوه. ويشتهرون دائما الصقر اشكالهم يشتهرون في الخضر ايوه، ما عدا كان مطلق لا مطلق الصقار كان يشتهر في زراعه القمح والشعير بشكل كبير ايوه، وكان ما بس المثنى ماخذ بالوحد كمان بالنسبه كانوا كمان من كمان غيرهم من آل حميدان كان العكشة كلهم ماخذين عيال العكش، كلهم ماخذين عيال أحمد العكش، كلهم إبراهيم العكش الله يرحمه ومنسي العكش وعلي العكش وعيالهم كانوا كلهم ماخذين بلد ومزارع في المثنى، كانت مثلا عندهم منوبي الهواشل كل هذه المناطق كلها كانوا زارعينها ناحية والصيفر، وفي زراعين كمان من الهيافين كانوا أيوة نعم الهيافين كان يساعد الهيفاني مدري مين كانوا كلهم زراعين في القتر قلت لي الحمدة كمان جنبك الحمدة كانوا ماخذين نعم إيه؟ الحمدة ذكرتني بها الحمدة كلهم كانوا ماخذين أبو خليل أحمد المهندس كلهم كانوا زراعين، هذا كان زارعين الشريعة زارعين بالرومي مو بالرومي شو اسمه الماجل زارعين أم الأرانب اللهم صل البحيرة زارعين هنا من الركبان كان الميعاد عندهم ايوه ابو زبيدة كانت كلها الحقيقة زراعة كبيرة مو شيء ايش عد لك كلها كل واحد زرع الطوارق كان عيال ابو ظهر ماخذين البديدية زارعينها ماخذين البساتين اللي عندهم هناك كلها كانوا زراعين هذا بن ظفران عيال بن ظفران كلهم زراعين هنا في المثنى كان ماخذ عودة مساعد بن ظفران وعياله كلهم مين كلهم يعني ما أقدر أقول لك يعني ما ولا زراعين يعني قامين بالزراعة كلهم أهل الطائف ما أهل الطائف وهم زراعين بنفسهم وعارفين الزراعة وعارفين وقتها ومسميات الزراعة ويعرفوا متى وقتها يعني يقول لك هذه الأيام
زراعة الشغلة الثانية، هذه الأيام كذا تزرع، هذه الأيام يزرع البرسيم، هذه الأيام يزرع القمح، هذه الأيام يزرع كذا، هذه الأيام بحسب التاريخ، وهم يمشون بالحساب الزراعي اللي يسمونه زي ما ايش تحتاج خدمة وايش تحتاج تسميد، حتى السوقية حتى العنب يخطمونه إذا جاء في الشتاء. نعم. يقول لك هي يعطيه توديع ودعوه بالموية ألين يقبل كذا، قصوه أسقوه الموية، لأنه لو سقوه في الشتاء يطلع يسود العنب يسواد، يعني يعرفونه لهذا الحد، يعني فاهمين متى يسقون الموية ومتى يمنعون الموية عن كل شجرة وعن كل، يعني من كثر خبرة قوية، خبرة قوية هي خبرة الزراعة، ومتى قص العنب، متى قص مدرية، متى قص تقليم وتطعيم، متى قص الورد، متى كل شيء عارفين، كل شيء عارفين متى وقت زراعتها ووقتها. الآن الأيام هذه إحنا الحين اليوم والله الحين ما عاد أحد يعرف زي كذا، قليل اللي يعرف الوقت المعين، اللي لبس يستفيد، الواحد ياخذ مثلا كتاب حق بن عميره ما بن عميره عشان تبين لك الفصل، عشان انك تتابع انه هذا يصلح لهذا ولا ما يصلح لهذا، اللي من اول هم شابه يقول لك لا تزرع هذا لا تحط هذا. انا سمعت خبر انه واحد في النهار اول النهار يوم يزرعون قال لهم لا تزرعوا الا ترى بعد الظهر، بعد الظهر يدخل الوقت الفلاني. وهي كم ساعة كلها؟ كلها كم ساعة. يقول ولا صدقنا، ومن زرعنا شوية وقلنا خلينا نشوف الشيبة ونزرع بعد الظهر. بعد الظهر يقول لك اللي زرعوها بعد الظهر طلعت مضبوطة، واللي زرعوها في الصبح ضعيف، طلعت مية ضعيفة زرعتها ولا شيء غير أعطوها الحلال. الذرة زرعوا الذرة في هذا اختلفت، فلهذا الحد توقيت لي مهم. توقيت قلت لي طال عمرك، قلت لي حتى كان في وقت الزراعة البذر أو الحصاد أو عملهم المزارعين أهل البلد يقولوا هازيش. أيوة نعم، تحمسهم وتسوي إثارة في عملهم. نعم نعم، تشاهدهم في الشغل وفي العمل. كيف قص لنا كيف كانت هذه؟ كانت مثلا لما يجوا في وقت الإثارة أو وقت السواني من أول قبل الأبيار أو حاجة لها أغاني معينة. أيوة مثلا السواني كيف كانت أول؟ السواني بالبقر يجيبوا الغرب يطلع من هذا ويملي، كانت عندنا في الزهرة يملي ويسقي قبل الآية ولين يملي البركة. يعني يسرح عليه من بعد من قبل صلاة الصبح، ولا يجي الضحى الا قد البركه امتلت. خلوا في العصريه يزيدوا عليها كمان شويه وفكوا البركه. عرفت كيف؟ الين جات المكاين اللي كانت المكاين البنزين ونزلوا فكانوا بالبقر يعني. فكانت مثلا ثلاثه من البقر تسوق سوا. وكل بقر ثور شايل جايب له غرب معه. مسحوبين. الغرب في يربط من أسفل بالمقاط اسمه. المقاط هذا شكله من الجلد. ويجي فوق الدراجة. والحبل يجي فوق المحالة. ولما يوصل الغرب فوق ويقوم يرتفع الغرب كذا، لأنه هو لما يكون من أسفل هنا زي الغطل ويقوم يصك هذا يتملى ويصكه. ويقوم يطلع الماء. لين فوق. لما يرفع وكذا يقوم معه وهذاك ينسل وكذا يقوم يفك إنه فك. فك الغطاء اللي هو من أسفل. يقوم يكت الغرب. يكت المويه في القف باسم القف على راس البير باسم القف. يقوم يكت في القف هذا. القف هذا يمشي المويه تروح تصب في البركه. ايوه الجوانب حقت البير يسمونها الاسطوانات. الاسطوانات. العود اللي في الوسط اسمه الواسط. الواسط. المحاله اللي تركب هنا وهنا اسمها المحالات. كانت محالات. اللي اسفل اسمها الدراجه. دراجه اي تركب عليه، اذا كانت اثنين وثلاثه اربعه على حسب ما يسوق. بعض الابيار اللي راسين تسوق، يعني تشتغل من هنا وتشتغل من هنا بالبقر. من الجهتين. من الجهتين تشتغل. زي مثلا حقت ايش اسمها الشرايف، كانت بير الشرايف عليها راسين من هنا ومن هنا يسوق. عشان تطلع مويه اكثر.
وكانوا يقولوا أهزيج قلت لي أيوة يغنوا عليها مثلا لمن هو على البقر هي حادري سندي أقرون البقر ورايح جاي معاها أيوة ولا حادري طول وقته هو يغني هذا يغني الثاني يغني الثالثة ويغني ولا يجيب حدري ولا يجيب شيء ولا يجيب يعني حسب تسليف عمل أيوة أيوة والإثارة كانوا لمن يبيثير اللي هو يحرث بالمحراث لأنه كان على البقر يحط اللي فوق البقر تمسكها هذه الاثنين تمسك الثورين يسمى المضمدة وبعدين اللومة يربطها في اللومة يجر وتلقاه مع اللومة يلا يمشي عرفت كيف ويمشي يثير يحرس الأرض تنزل اللومة يعني تنزل زي ضرب الصاج حق الماكينة الحين الحراسة قد ضرب الصاج والله يقدر فتلقاه يشتغل وهو العمال بيشتغل يسلي نفسه كمان ويغني وينبسط ويترجى من الله سبحانه وتعالى ويقول يلا هاليوم يلي لحية مرات ترزق أهل المواشي مع أهل البلاد أهل المواشي مع أهل, أهل البلادية تلقى على نفس الطريقة هذه وأنواع وأشكال وجميع متعددة حتى الصرام لما يصرمون يصرموا القمح دائما تلقاهم فزيع أو كذا كثير لأنه الركيب يكون كبير مساحته 20,000-30,000 10,000 يبغالوا عدد يبغالوا عدد 15-20 نفر يفزعوا لبعضهم فزعة مع بعضهم يفزعون بعضهم وكل واحد يلا يفزع من يصرم حتى يصرم واقف قوام جري جري ويرموا وتلقاهم يغنوا عشان يحمسوا بعضهم يندي ما شاء الله كم ساعة هم طارحين الركيبات طرحوا هي وكانوا يغنوا مثلا نيو أنا محسب البنت تأكل قضامة تخش السفاه من تحيط اللثامة ما أدري شكلها ليا دندن الصيف وصاف التهامة يجون بنات البدول القضامة تشجعهم في الهارة تشجعهم وإذا جوا في الدياس كمان برضو نفسهم يغنون وهي البقر تدوس والدند وإذا جوا يذروا كلها أنواع وأشكال كلها وإذا جوا كمان في المشط كمان الأرض بيمشطونها ويقومونها أحواض يقسمونها يغنوا لأن تتعبهم هذا المشط يتعبهم أشكال كانوا يسمون المشط يقول لك الشيطان ما يلعب في المشط كل شيء يلعب فيه للشيطان ما يلعب في جوة المشط ليش لأنه متعب شوية بالمساحي وحالة لك وكانوا يغنوا دائما يتفادعوا ويقعدوا يغنوا مع بعضهم أيوة يا زيد غنوا وصوح جاك السحاب مروح يا زيد غنوا وعلى هذه الطريقة حمس. كلها حماس في حماسي فمن الحماس هذا ما شاء الله كانوا يقطعون ويزرعون أراضي كبيرة ومساحات كبيرة يعني الواحد النفر الآن تعطى لك الواحد النفر هذاك الواحد كان يشتغل على 10 اللي دحين أنت عندك الآن عندك الواحد من أول الواحد. وانت عايشت الأولين عايشت الآن والله يشتغل والله يشتغل والله يشتغل الليل كله مساهر العين إلى الصبح ويسقي وعين إيش عين كبيرة المساحة حقته قد كذا كبر العين بعض مرات ما يقدر يردها الخزانة ما يقدر يرده يقوم يفزعون معه ولا يقطع له من الذرة ولا شيء ويجيب حزمة يحط الحزمة واحد يوقف على الحزمة الثاني يرد التراب عشان دوبها تنقلب معاه تنقلب من قوتها من قوتها اي اذا كانت زايد فمن كذا كانوا الحقيقة اشتغلوا لكن شغل مضبوط وبلاد يعني كانت الزراعة مهيلة وبهواية كانت زراعتهم بهواية وعارفين وقت الزراعة ومتى زراعه وفي اي وقت ينزرع في وقت ينفطم العنب من المويه في اي وقت ينقص العنب في اي وقت ينقص الورد في كلها عندهم خبره بحسب التاريخ ماشيين بالتاريخ وعندهم حساب وكل 12 يوم وكل 13 يوم يعرفون متى الفصل اللي دخل واللي خرج يقول لك نحن مثلا في الطرف نحن مثلا في الكنه نحن ما ادري فيه نحن في العقرب نحن في العقارب نحن يسمونها تسمية كل الأسامي عارفينها كل 12 يوم كل 13 يوم موعدها قديش بحسابهم